وقفت عند وثائق التاريخ الإسلامي أبحث في دواوين السنة وكتب السيرة حول سفراء حملوا رسائل بخاتم النبوة. في العام السابع من الهجرة وبعد صلح الحديبية انطلقت البعثات الدبلوماسية الإسلامية تجوب العالم، فهم من أعقل الصحابة وأحسنهم حديثاً وأفصحهم لساناً في تبليغ رسالة الإسلام. لقد عجزت قريش أن تحقق النصر على المسلمين بعد هزيمتهم في بدر، وفي العام الخامس من الهجرة عقدت التحالفات لإخراج المسلمين من المدينة، واجتمعت الطوائف وتكالبت القوى لتكوين جبهة الأحزاب في مجابهة أمة الإسلام، حتى جاء فارس سفير من رجال قبيلة غطفان. من فرسان يوم الخندق ومن دهات العرب، هو رجل الترحال والسفرات قبل وبعد الإسلام. إنه السفير الذكي الداهية نعيم بن مسعود الأشبعي، سفير النبي إلى الأحزاب. هو نعيم ابن مسعود ابن عامر من بني أشجع بقبيلة غطفان، وكان يعرف باسم نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني. جاء إسلامه في ليالي غزوة الخندق. كان الصحابي الجليل نعيم ابن مسعود كثير الترحال والسفر، فهو رجل القبائل. لماذا اختاره النبي أن يكون مبعوثاً إلى الأحزاب سواء بني قريظة وقريش وغيره؟ لما أسلم ذلك الرجل نعيم بن مسعود وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هو فرض، وقد تجمعت الأحزاب على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالعقل هل هذا الشخص الفرد يستطيع أن يدفع هذا التجمع أو هذا الأذى عن رسول الله وعن أصحابه؟ الجواب لا. اجتمعت عليهم الأحزاب، لكنه فور إسلامه قرر أن يقوم بهذه المهمة من أجل الإسلام، لأنه صادق في إسلامه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك الصحابي الجليل لما لديه من مهارات وإمكانيات ودهاء وحنكة وذكاء، وبما لديه من ثقل لدى قريش ولدى اليهود وما إلى ذلك، لأنه كانت تربطه بينهم محبة قوية وصدق. كان نعيم ابن مسعود قبل الإسلام كان رجل القبائل، فالقبائل كلها تعرف نعيم ابن مسعود، وقد تميز بصفات الرسول وصفات الرسالة التي كانت يتناقلها بين القبائل. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدم قريش وحلفائهم لمهاجمة المدينة، وأراد أن يتخذ من نعيم سفيراً إلى قريش وبني قريظة، لا ليدعوهم إلى الإسلام ولكن ليفرق بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحرب خدعة. نعم. حتى لا يقال يعني بمناسبة هذا الحديث، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخدم هذا الرجل بدهائه ومكره في رد هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ألا يعد هذا من الأمور المذمومة؟ لا، مش من الأمور المذمومة. ليه؟ ارجع معايا شوية كده هتشوف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أبو سفيان لما انتهت المعركة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: موعدنا يوم بدر الصغرى. قال هذه الكلمة أمام الملأ، فلما أراد أن يقدم على الحرب مرة ثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان خاف شوية،
فاستخدم نعيم بن مسعود هذا الذي استخدمه رسول الله، ولكن قبل إسلامي. نعم. فقال له يعني رد عنا المسلمين ورد عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فهو ذهب إلى رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم نفس الوسيلة التي استخدمها أبو سفيان ابن حرب في رد الأحزاب. ما هو فحوى ومحتوى الرسالة والمهمة التي بعث بها نعيم بن مسعود إلى الأحزاب والقبائل؟ أراد أن يخاطب العقول، فقال لهم إذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم فمن الذي يقف أمامه في هذه المعركة؟ أنتم أصحاب الأرض، دياركم، أموالكم، أبناؤكم، كفار قريش تركوا بعيد أولادهم صحيح وأموالهم في بلادهم، فسوف يعودون هي بأمان آمنين، وأنتم من يخربوا وأنتم الذين تقتلون. نعم. اشتغل على عقولهم. نعم. ففطنوا لهذا الأمر، أنت صادق فيما تقول، طيب انصحنا، عاوزين نصيحة، اطلبوا رهن من قريش. فقال لهم اطلبوا من قريش يعني رجال من الأشراف يكونون لديكم حتى تكونوا في مأمن وعهد، حتى لا يتراجعوا عن الحرب، حتى تكونوا في مأمن. فهذا الأمر دخل إلى عقولهم وقلوبهم، قالوا نعم الرأي. فقالوا الرأي ما أشر، يعني وافقوا على هذا الرأي. ثم بعد ذلك ذهب إلى قريش ولقي يعني التقى بأبي سفيان، وفعل هذا الأمر معهم أيضا. ذهب إلى قريش والتقى بأبي سفيان وقال لهم أنت تعلم أنني لست على دين محمد وأني قد فارقته وأني يعني ليس متبع له؟ قالوا نعلم ذلك. قال فإن يهود بني قريظة قد ندموا على ما قاتلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ندموا على فعلتهم هذه، وأرسلوا إلى النبي أننا نادمون، ويرضيك أن نأخذ رهنا من قريش ومن غطفان ونعطيها لك لكي تقتلهم. سوف ترسلهم من رجال ومن الرهن سوف يرسل إلى محمد. صحيح به. وذهب إلى قبيلته غطفان وقال لها مثل ما قاله لقريش، وبالفعل أرسلت قريظة إلى قريش تطلب رهن، وإلى غطفان تطلب رهنا. نعم. لكي يعني يطمئنوا ولكي يعني يقاتلوا النبي وهم مطمئنين. فرفضت قريش وقال لقد صدق نعيم نعم. ابن مسعود. كان واضحا إخلاص نعيم ابن مسعود للإسلام وأنه يريد أن يبذل جهدا في سبيله، وكانت هذه المهمة من أشق المهام التي قام بها. هنا تساءل حول ما أثر هذه البعثة إلى الأحزاب ولقاء نعيم ابن مسعود والتفرقة بين هؤلاء القبائل سواء بني قريظة وقريش وغيرهم، ماذا فعل لذلك انتصر المسلمون في غزوة الخندق؟ لما فعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الله ريحا شديدة، فكفار قريش قالوا إن اليهود ينقضون العهود، العهود والمواثيق، إذن بعد هذه الرياح سوف يجلسون في أماكنهم في بيوتهم لا يقاتلون، وسوف يأتي المسلمون لقتالنا، هنبقى احنا ايه منفردين. نعم. لا أحد يقف بجوارنا. فعادوا مسرعين إلى مكة المكرمة مرة ثانية، فكان بدهائه سببا من أسباب النصر التي جعلها الله لرسوله ولحبيبه صلى الله عليه وسلم. بعد نجاح نعيم بن مسعود في هذه السفارة، كانت البداية الأولى بعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق على الأحزاب. نعم. في الخروج خارج المدينة وليس انتظار العدو حتى يهجم عليه. صحيح. حتى أن نعيم بن مسعود رضي الله عنه بعد أن أسلم وحسن إسلامه وهاجر ودخل واستقر في المدينة المنورة، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لسفارات أخرى ولرسالات أخرى، لأنه رأى فيه يعني صفات الرسول والبلاغ والفصاحة وثقة القبائل لديه. ومن ضمن ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أرسله إلى قومه من غطفان، وذلك قبل فتح مكة، لكي يستنهضهم ولكي يخرجوا معه، وبالفعل نجح في مهمته وخرج بنو غطفان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أرسله النبي إلى قومه أيضا بني غطفان
حينما أراد النبي أن يخرج إلى غزوة تبوك جيش العسرة، نعم. ووافق غطفان رأي نعيم بن مسعود وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رأى فيه صفات الرسول وصفات ورآه مؤهلا لكي يذهب بالرسالات، ورأى ثقة الناس فيه واستخدمه في الكثير من الأمور، كثير جدا، يعني حتى أن النبي كان يعرفه قبل الجاهلية، وما خاب ظن النبي فيه بعد أن أسلم ودخل الإسلام وأصبح خادما لدين الله عز وجل. كان لنجاح سفارة نعيم بن مسعود أكبر الأثر في فشل الأحزاب والتفريق بين القبائل، وكتب النصر للمسلمين في غزوة الخندق.